استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله هذا اليوم في قصر الصافرية جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطاني وحاكم ولاية إقليم جوهر دار التعظيم بماليزيا الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالته بضيف البلاد الكريم واستعرض معه علاقات التعاون الوثيقة وآفاق تعزيزها وتنميتها لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية. وأعرب صاحب الجلالة عن الاعتزاز بالمستوى المتقدم والمتنامي الذي وصلت إليه علاقات مملكة البحرين بماليزيا وما يشهده التعاون الثنائي من تطور وازدهار في العديد من المجالات مما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين.